في ناس قالت كده استاذ عصام، قالت يعني ايه، هو خلي بالك يا اسلام ده كسبان الاهلي اه برضه، طبعا مش يعني ده حق، وممكن تكون حرب نفسية يا جماعة، هو ماشي. لا هي لما فرحة بيكسب جنونية ولا وبيهلل. حرب نفسية ولا حاجة؟ الحرب النفسية كانت أثناء المباراة بس، بعض اللاعبين ما كانش في مستواه، ومش هقول ما كانش في يومه، لا خلينا نقول الكلام صح، ما كانش في مستواه. وأنا ضد فكرة أن الأهلي كان مدافعا، الراجل استراتيجيته كانت واضحة أنه هيلعب على 30 متر، لأن هم إذا كان لديهم ما يتفوقوا به فهم عاملين زي البرازيليين في مقطع صغير من كتر التدريب في الرمل، اناكلهم مظبوطه قوي يعني، ما فيش حد عند الجون ويحطها لفوق ويقول لك اه هي انا يمه، لا رجله حاططها صح، ده تقريبا ما بيتدربوش الا على كده يعني، تقريبا ما بيتدربوش الا على كده. بيقولوها بالبرازيل ازاي دي؟ ايه كرمانتا كانتو صح. لا تاني معلش يا استاذ، لا لا خلاص بقى، لا خلاص يعني الارجنتينيين ما يزعلوش. صح. فهنا هنا ده اللي بيسمح لهم بده، لكن انت لما تلاقي الراجل كولر، عشان في ناس كتير طلعت مقاسي وان في مشاكل وانه مخاصم عاشور وانه ده اوان ان هو بقى يقعد معاه ويقعد مع لا كهربا، لا ده مش عارف عمل ايه مع اخوانا، ده لعب بثلاث فراوده اصلي قصص، ووراهم قفشه يعني، ما كان لعب بالولد الشقي احمد كوكا، انما هو كان عايز واحد يمسك الكوره في الملعب يا سيدي، كان لعب بكوكا يعرف يباصي بس محسوب ديفندر، لكن ده لعب بثلاث فراوده وقفشه، ولعب الاهلي من 8 ل 10 12 دقيقه في البدايه بنفس الاسلوب بتاع كولر والشغل اللي الراجل اشتغله. لكن انت برضو عديت بمراحل زي ما قلنا، وده وارد في الكوره برضو، عشان احنا مش معقوله نقعد نقول على لعبتنا اللي عملت مليون حاجه لما يضيع منه جنيه وهو جايب لي مليون جنيه، فاقول له يا ابني انت الجنيه؟ فاشل، لا كده خربت بيتنا. وخلي بالك كل الاهلاويه ما بيعملوش حاجه غير ان هم بيدعموا وبيساندوا، لكن طبعاً كل اللي طالعين بيتكلموا بلسان لا يعني لازم، اللي هو عكس كلام لا الاستاذ كابتن، لازم نقول للاهلاويه مش اهلاويه، معلش في اهلاويه بقى بيستهويهم ناس بتطلع يقول لك الخيانه، ولا يا كولر عود لعدلك، لا ده كولر طلع مدرب ازاي يا عم انت، وهو ده ماتشين ولا ثلاثه ولا نص سيزون ولا دور، انتوا بتتكلموا في ايه؟ وبالتالي لا، جمهور الاهلي اوعى للسم اللي في العسل ده، برافو عليك، ده كمان في الفتره الاخيره بقى السم بس، حتى ما بقوش يكلموا نفسهم ثمن العسل، صريحه وصحيحه. وبالتالي لابد ان انت اللعيبه تراجع هذه المواقف. عارف كان زمان في فيلم دمه خفيف كده بتاع ملك الترس وفريد شوقي، اللي هو كان سلطان عشان السلطان التاني خايفين عليه، هذا الصن داونز مع احترامي ليهم لازم السلطان الاصلي ينهي الفكره اللي هو عامل لي واخد اللبس بتاع الله السلطان وبيتمشى بيه، لا هنا هتكون باذن الله الحقيقه الوحيده اسمها النادي الاهلي بطل القاره نادي القرن، اهي الحاجات اهي، مش هنقول لحد حاجه، هو في برنامجهم هناك عندهم دي ما عندهمش، عندهم بطوله او اتنين يا خالد مش كده بالكتير يعني، وبالتالي افريقيه اه بالظبط الاستحكامات يا كابتن اسلام 16 اللي كان حساب الزمالك حاجه كده، واحده ثانيه واحده ثانيه فرحه عارمه لمدير فني لا يصدق، خاصه مع بدء المباراه ومع مستوى الاهلي اللي هو تابعه قبل كده، لدرجه انه عمل دروب يعني بيحاول يصدره النادي الاهلي لما بعت المحللين يا كابتن حشيشه كابتن عادل بتوعه، قال ايه الماتش الترجي والوداد على فكره دي لقطه محسوبه يعني، وما اظنش ان الشاب ده اللي عملها، في عد عجوز تاني زي بالظبط المنسق الامني اللي ضيق على النادي الاهلي زي ضربات كتيره، واعلم جيدا ان الاداره اعدت ملف باحترام النادي الاهلي عشان تقدمه عشان المنافسات، زي المخرج اللي ما عادش زي المخرج اللي ما عادش رغم الف باء بغض النظر طبعا. على فكره ده مش مجرد ان المخرج عامل فيها انه جنوب افريقيا اكتر مننا، لا ده الزام ضمن البروتوكول ان تعاد اللقطات بغض الحكم هينادى عليه ولا لا، هو الحكم مش هو اللي بيروح. انا عايز اقول لك بقى معلومه كمان، ان اللقطات مش شرط انها تيجي في تتعاد في التلفزيون، بتوع الفار لا هم شايفينها عندهم اعداد، هم اللي بيعيدوا وبيعملوا مش يعني حضرتك بقى ومن ضمن بروتوكول لازم الفار ان تعاد للمشاهدين بالظبط كده بالظبط. ليه؟ لانه انهي فار؟ الفار اللي هو فيه ماريا ريفيت
اللي هي وزروه واحد معتزل يا جماعه، ده عملوا له طابور شرف في بلده. واحد معتزل وواحده لم تحتسب عليك ضربه جزاء واحتسبتها الاتحاد العاصمه في مباراه السوبر. أيوه. فمش ممكن يعني دي. لكن مع ان الكره واضحه، هات لي الكره مليون في المية. ما هو دليل انها واضحه انه ما عادهاش. هي لو اتحكم ثلاث مباريات لاخر اربع مباريات لو في احتمالات في سان جورج كمان، بس احنا عندنا سان جورج، في سان جورج كان موجود.